السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش نقابي. في هذه الحلقة نستضيف سعيد المهتدي الكاتب العام للجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدوير. أهلا وسهلا بك سعيد. ومحمد مسكي الكاتب الجهوي لنقابة حراس الأرصفة والخدمات العمومية بجهة الدار البيضاء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أهلا وسهلا بك أستاذ. شكرا سيدي. نفتتح معك نقاش محمد. هو حاليا انتم دخلتوا حراس السيارات ولا حراس الأرصفة، خرجوا في واحد البرنامج احتجاجي منذ مدة، وقفات احتجاجية. لماذا هذا الغضب هذا ديالكم؟ كنشكروا أنفاس بريس على هذا الحضور. بالنسبة لهاد هاد المشكل هذا ديال هاد الحراس، هاد الفئة المعوزة والشريحة، المهم هاد الفئة اللي تشتغل مدة سنوات طويلة، وسميتو كيبقى هاد الشيء راه خلوه من يمات محمد الخامس الله يرحمه، الله يجدد عليه الرحمة. هاد الناس هذا هو مصدر العيش ديالهم. جات بالنسبة للمقاطعات كاملين ما عندناش فيهم شيء مشكل، عندنا المشكل في مقاطعة المعارف. لا، وشنو هو المشكل؟ شنو علاش تحتجوا؟ علاش تديروا الوقفة الاحتجاجية؟ علاش تنحتجوا هاد السيد من نهار دخل هاد المقاطعة، وحنا تنكتبوا ليه عداد مراسلات باش يجلس معنا على طاولة الحوار. هاد السيد رفض باش يجلس معنا. انت تقصدوا رئيس مقاطعة المعارف؟ نعم. هاد السيد ما بغاش يجلس معنا. هاد السيد مبرمج وتيدير عدد من البروتوكولات باش تيقلب باش يدخل هاد الشركة باش يحيد الناس الأرزاق ديالهم. وهو راه شركة العدادات، وهاد السيد راه مولد الشعب. يعني بسبب هاد القرار ديالو انتم خدتوا الاحتجاج؟ بسبب هاد القرار. وهاد الناس راه كيأدوا الواجبات، تيخلصوا 3 دراهم للمتر. حنا غنرجعوا هاد الواجبات وداكشي. انا غنجي معك سي سعيد المهتدي. هو انت هاد الاحتجاجات، لماذا هاد الاحتجاجات هادي؟ اولا شكرا لكم على الدعوه سي يوسف. الاحتجاجات لعل صريح سيد رئيس مقاطعة المعارف لإحدى المنابر الإعلامية مؤخرا جاء ليقطع الشك باليقين في واحد من أحلك الملفات الاجتماعية والحارقة بتوصيف قانوني وسياسي. جاء ليقطع الشك على أن من كان يمني النفس بأن هناك تمة الثقة في المنتخبين عليه أن يراجع حساباته ويدير الميزاجور الفكر دياله. نفس النهج، نفس المنهج اللي كان عليه قبل منه، هذا أكثر منه. الآن في إطار الدولة الاجتماعية التي دعا إليها ولي أمرنا اسمه الله أعزه الشريف، وتحتضنه الحكومة المغربية بعين العطف، اللي الرئيس دياله هو الأمين العام ديال الحزب ديال هذا السيد، هذا يعاكسها السيد رئيس مقاطعة المعارف بإخراج ما لم يكن إخراج العبث والدفاع عن العبث من أجل تفعيل تعميم عدالة الوقوف ونشرها على جميع تراب جماعة المعارف. ولكن اسمح لي يا سي سعيد، دابا أنت سميتي هذا العبث. نعم. البعض أو الجهة الأخرى تسميه بأنه تنظيم هذه الحرفة وما تبقاش فيها الفوضى. يعني راه ماشي عبث، وهذا جاء بناء على طلب السكينه، بناء على طلب كذا. وشكون اللي قال لك انت السكينه السي احمد؟ نعم. ومع من تشاورتي انت بلي اختي هذه الصفه ديال التعميم وكتكلم باسم السكينه؟ واحد. ثانيا هذا السيد هذا ماشي ملك مقدس او ان انزل عليه ان القران انزل عليه لا يجب الطعن فيه او الانتقاد دياله. هذا السيد كيتكلم باسم السكينه ديال المعارف. انت اولا رئيس ديال اللي انتخب عليك واللي ما انتخبش عليك وفقا للتوصيف الديمقراطي النبيل ومن اجل السياسه النبيله اللي كتكلم عليها انت. ثانيا انت عندك فئه اللي هي محتكره هاد اللي كتحكم بطريقه او باخرى، كتحكم في الوضع
خارجا وداخلا في مقاطعة المعارف اللي هي واحد الجمعية اللي معروفة مناولة لك كتخدم المصالح والأجندة ديالها معاك. جمعية تابعة هي لحراس السيارات. ماشي تابعة لحراس السيارات، هذه لا علاقة لي تعادي حراس السيارات. جماعة من واحد الأشخاص اللي حنا جالسنا وعرفنا التوجه والنهج والمنهاج ديالهم وفنا شنو باغيين يديروا. هاد السيد هذا جيت أنت علاش كنقولوا العبات؟ لأن ملي كنتكلم على مؤسسة قانونية تخضع لإمرة البند العام هذيك الساعة راه وجب عليا الاحترام ديالها. ملي كنقول لك أنا أنت باغي تعالج العبات، أنت جاي بغي تجيب واحد ما يسمى بشركة التنمية أولا دخل في نزاع قضائي لا زال رائجا نعم. على أنظار القضاء بشقه الإداري والزجري في محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والسيد الوكيل العام المالك ضد المجلس السابق بقى ما تقاش الكلمة فيها. ثانيا هناك أحكام قضائية قضت بعدم مشروعية هذا النوع من الشركات نعم. أنت ملي كنقولوا العابات ملي كيولي حكم قضائي منطوق باسم جلالة الملك والذي يوجب على الاجتماع الإنسياء والامتثال له سواء كانوا أفرادا أو جماعات بما في ذلك المجالس الجماعية وهذا الرئيس بيده، وانت كتجي كتعكس التوجه هذا وبغي تزيد كأنك ضربت يدشي في عرض الحائط قراري هو اللي كاين نعم. غير هذا المشكل اللي تطيحوا فيه هنا في مقاطعة المعارف، واش يسري على المقاطعات 16 في المدينة أو أنه استثناء خاص بالمعارف؟ استثناء خاص بالمعارف نعم. هذا الشيء هذا الرئيس هذا السيد الرئيس المقاطعة تنقولوا لي الله يهديه نعم. على هذه الفئة الشريحة الله يهديه، حنا تنقولوها وتنعاودوا هذا السيد، حنا السيد الرئيس الله يهديه ما تنقولوا فيه حتى شي كلمه خايبه، وهذا السيد راه حنا معاه مده من زمان، مده زمنيه من ايامات سجيد، وكان هذا المخطط حتى يخطط ليه هو ضد الحارس، وهاد ساكنه المعارف راه منهم حنا ساكنه المعارف، حنا ما صوتناش عليه باش يجري على هاد على هاد الدراويش ويجري على هاد الفئه باش يبقى هو. وكيفاش تعاملت معكم المقاطعات الاخرى؟ المقاطعات الاخرى كلها تتعامل مزيان، كل الامور ديالها مزيانه ولله الحمد. السيده الرئيسه صيفطت ليه مدير مجلس المدينه صيفطت ليه باش يجدد رخص الناس، هاد السيد متيمتنع ما تيجدد حتى شي واحد، هادشي اللي كاين هو هذا. نعم، وفي اطار هاد يعني هاد النقاش وهاد الاحتجاج اللي كاين، انتم كحراس اشنا هو المقترحات اللي قدمتوها لهذا الرئيس هذا باش انه تحلوا مع المشكل؟ شنو مقترحاتكم لحل هذا المشكل اللي وقف في المعارف؟ حنا المقترحات اللي عندنا هذا السيد تنطلبوا منه تجديد الرخص، هاد الناس يجدد لهم الرخص ديالهم، ماشي هاد الرخصات تعطب اليمنى وتتحيد باليسرى، هاد الناس عندهم الرخص ديالهم تيطلبوا منه التجديد ديالهم باش يجدد لهم الرخص ديالهم، وهاد الناس راه هاد الرخص راه كيعدوا عليهم الواجب، وهاد الحارس راه تيحرس السياره ومول العام اللي تيحرس اللي تيحت الملك العام هو مول السياره، هاد السيد راه تيحرس على السياره وفيه سيكيريتي وفيه شيفور وفيه جميع المواصفات. هذا الشيء اللي تنقولوا مع السي سعيد. دابا مزيان نشوفوا في هاد المقترحات ديالكم، مزيان اللي فصلتي فيها اكثر، لانه الراي العام كيشوف عنده واحد بغينا نقولوا واحد الحالي السيارات عنده سمعه سيئه عند الراي العام. انتم شنو هو المقترحات اللي قدمتوا للسلطات المحليه على مستوى المعارف او على المستوى الولائي يعني مستوى الدار البيضاء كلها، وشنو هي بالضبط كيفاش شنو السبب اللي خلى هذا التعثر هذا الملف بالضبط في المعارف؟ قبل ما نتكلموا المقترحات الله يخليك وخليني نتكلم بواحد الاستفاضه لي إثراء النقاش العمومي. أولا يجب أن نفرق ونميز بين أصحاب الستورات الصفراء أو ما بات يعرف بالجيليات الصفراء، وهذه الفئة هذه اللي أفرزتها 2000 من بعد الحملة ديال كوفيد 19 باعتبارها قوة قاهرة، والحالات الاجتماعية المعزولة اللي كانت خرجت واحد الشريحة من الخدم ديالهم ومن المهن ديالهم إلى آخره التاجؤوا لهذا النوع اللي تنتشر من 2020 إلى يومنا هذا. لا علاقة لنا بهم ولا ندافع عنهم ولا نؤمن بعدالة قضيتهم، لأنهم ناس خارجين عن القانون جملة وتفصيلة، هما الحالة الشادة داخل هذا القطاع، ولكن هما اللي مسيطرين على القطاع. هذاك الأمر ماشي ديالنا حنا، ماشي حنا كنتكلموا على واحد الشريحة ديال الناس اللي ما قادرات الساكنة تستغنى عليهم، وهضرت للرئيس مضروبة عرض الحائط، وإلا كان كيدعي بأنه على يقين تام في هذا الشيء اللي كيقول التاجؤوا للاستفتاء ديال الساكنه ديال المعارف ودرب غلف الى جماعه تراب المعارف، ها ونشوفوا عبر البوابه الالكترونيه تفتح ونشوفوا ماذا سيصله، ولا يخرج هو العد الساكنه
ويتصنت لهم ويقول لهم واش باغين هذه ولا هذه، وشوف ردود الافعال كيفاش غادي تكون غاضبه على التصريح ديالو. نعم، انتم شنو هي مقترحاتكم؟ قبل ما نتكلموا في المقترحات يجب ان نتكلموا بعدا. احنا هذا السيد هذا عنده تفويض كما قال الاخ، تفويض من صدر من رئيسه المجلس الجامعي باعتبارها الرئيسه ديالو اللي تصدر التفويض ل 16 مقاطعه او 17 ديال المقاطعات التابعه لتراب جامعه الدار البيضاء. جميع رؤساء المقاطعات جزاهم الله خيرا، والسيده رئيسه المجلس اللي كتنتمي للحزب ديالو، امراه طيبه، انسانه متفهمه للوضع، صدرت هذا التفويض هذا مما يتحتم عليه وجوبا وقانونا اصدار جميع التراخيص واستلام الاتاوات والمستحقات العالقه بذمه هذه الفئه لفائده الجامعه ديال المعارف. وهو ما لم يتم معاكسه قرار اداري امر موجب للتنفيذ، واحد، تضيع على الخزينه الجبائيه الجماعيه للمعارف ملايين الدراهم من 2021، وهذا الشيء ستترتب ان شاء الله عنه جزاءات قانونيه سنتكلف بها في حينها، وستكون بمثابه قنبله ستنفجر ان شاء الله حقوقيا في وجه مجلس مقاطعه المعارف وفي وجه هذا الرئيس. احنا ما غنسكتوش، هذه ماشي ضيعه فلاحيه تابعه للملك الخاص ديالك كتصدر عليها انت واحد شهاده الملكيه باسمك انت. هذه مؤسسه دستوريه وازنه خاضعه لامره البند العام. جيتي انت من اجل تنميه الموارد فيها والحفاظ على الشق الاجتماعي. وفي تنظيمها. وتنظيمها ما تجيش انت. تنظيمها في اطار مثلا غننظم هذا القطاع في اطار التدبير المفوض. انتم علاش ضد التدبير المفوض؟ التدبير المفوض قانونا. دابا خليني من القانون عافاكم ندخل. الله يخليك، الا كانت شي حاجه مليحه القانون ما تكلمش عليها. لا ما فهمتينيش، دابا خليني، دابا كاينه شي حوايج انا بغيت الواقع، عطيني انت. نعطيك الواقع. انت تمثل الجمعيه، اعطيني الواقع، شنو مقترحاتكم؟ واش انتم كجمعيه ضد التدبير المفوض؟ تعاد القطاع. الله يخليك. ملي كنقول لك انا التدبير المفوض ما نجحش وفشل وسبقت صدرات احكام قضائيه حائزه على قوه الشيء المقضي به ضد جامعه الترابيه في المغرب. واش الدار البيضاء القلب النابض للمملكه الشريفه واش خارجه على الاطار ديال المغرب؟ نعم. ها؟ نعم. اذا احنا من يتولون تدبير امورنا وتسير شؤوننا لا يفقهون ابسط ابجديات القانون بشقيه العام والخاص. اذا اسمح لي، ما يمكنش تكلم لي انا انت داخل في نزاع وعندك حيثيات والمواطنين كلهم كيغوتوا على شركه الصابو ونضع عليها ضجه اعلاميه وكتحاصروا انتم بالطرق ديالكم، ها، وكتزيدوا هذيك ديال ستره الصفراء كتحاولوا تشملوا بها حتى الكارديانات المنظمين داخل القطاع، ياك، وكتكلم باش تمسح باش دير هذاك ليماج السوداويه على هذه الفئه هذه باش تمهد لتعميم هذه العدالات هذا. واسمح لي الى الان هذه الشركه من 2016 الى يومنا هذا حسب السيد والي جهه الدار البيضاء الصطات اللي قال لهم شوفوا اش ديروا، كما صرحت باحد المنابر الاعلاميه، شوفوا اش ديروا في هذه العابات هذا بهذه اللغه العربيه. من 2016 الى يومنا هذا مدخل الجدريه الخزينه الجبائيه لجامعه الدار البيضاء. شوف لي الكارديانات شحال كيخلصوا الميتراج من 2016 لدابا وقارن بين الموازنتين وكون عادلا في ذلك. اذا هنا يعني المشكل انا بان نوضحه. المشكل ماشي في التدبير المفوض للقطاع، المشكل في عدم قانونيته، في تدبير الشركه، في عدم قانونيه الشركه المفوض لها. انت لا تملك جزاءات. لا ولكن دابا انتما، دابا انت بصفتك الثانيه الكاتب العام للجمعيه الوطنيه لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير. نعم. انتما مجموعه من الشركات لا بغيتوا تستغلوا في هذا القطاع، في اي اطار غتدخلوا؟ غضيف غتدخلوا في اطار التدبير المفوض. هذا التدبير، لا الله يخليك، لا احنا ما غنهضروش على التدبير المفوض. نحن بصفتنا كرئيس الجمعيه الوطنيه سند للعداله الاجتماعيه وهي مهنيه وحقوقيه. نعم. واحد، تترافع في القضايا المطلبيه العادله التي تطال سمو خرق حرمه المال العام. واحد، ثم الوتب على نص الوثيقه الدستوريه او التطاول على حرمه القانون كنتنصبوا ضده اي واحد كما كان نوعه او صفته. نعم. وفي اطار الشركه، في اطار هذه الجمعيه الوطنيه لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير اللي عبد ربي الكاتب العام ديالها، عندنا اقتراحات. اذا ما نخلطوش. دابا جيتينا للراس اللي بغينا. ولكن قبل ما نعطيو اقتراحات راه تقريبا فاصل. دابا خلينا احترام البرنامج عنده مده، عطيني اقتراحات من قبيله وتنقول عطيني الاقتراحات. الاقتراح اللي غادي نعطيوك اسيدي اللي كانت طرفات الان في شانها نسخ قصد الاخطار ماشي قصد الاخبار لاتخاذ المتعين. نعم. فرق بين الاخبار والاخطار والاعذار والانذار. نعم. في اطر التبليغ. بون، هذه نسخ منها السيد رئيس الحكومه المغربيه، السيد وزير الداخليه، السيد رئيس مجلس المنافسه، السيده رئيسه المجلس الاعلى للحسابات، السيد والي جهه الدار البيضاء الصطات. هذه المقترحات قلنا لهم اودي هذا الشق الاجتماعي ديال هذه الفئه
راه ما يمكنش حنا غادي نجيو بجرد قلم ونمحيهم. كنتكلم لا رخص الامتياز الاجتماعي عنده، حصروا لنا هذه الفئه، اعطيونا لائحه الريع غنتكلموها في اطار حقوقي، غنترافعوا ضدهم هذو باحاله الملف على القضاء. اعطيونا، كون عندكم جرأه سياسيه قويه وخرجوا لنا اللائحه، عطيوها لنا ورجعوا لها واحد المستفيدين من هذا الريع. كنتكلموا على الريع، ولكن الناس الذين يستحقون تحصرهم السلطات وتخرج فيهم قرارات يعني بواحد المده طويله، ما تبقاوش كل عام تجدوا لهم الرخص تحت طائله التهديد، غنسحب لك غندير لك الى اخره، وترفعوهم من السومه الجبائيه الجماعيه. ثلاثه دراهم اللي كيخلصوا هاد الدراوش للمتر، وقادرين باغين يخلصوا هما 6 و7 و8 دراهم، ولكن وفر لي الحقوق ديالو، الزاميه الاداء على المواطن في الشارع العام. ها ما حد ما كاينش احكام قضائيه بمبلغ مبلغ بواحد التعريفه تضمن الى القرار الجبائي المستمر باش تكتسي الصبغه القانونيه عبر لوحات تشويريه عموديه في كل غارديان غادي يحافظ عليها. هذه خص المواطن يخلص وغتنتعش الخزينه الجبائيه الجماعيه، هذوك الناس غادي يتعرفوا ويتحفظوا لنا، راه معدودين على رؤوس الاصابع، ما غتبقاش هاد المئات الالاف اللي كاينه دابا. من جهه اخرى جميع النقاط الاخرى، جميع النقاط الاخرى تحال عبر بوابات الصفقات العموميه وعبر نظام التحصيص وفق مقتضيات الفصل 09 من القانون 2/12/349 المتعلق بالصفقات العموميه. كما في مراكش تبع ايطاب بار ايطاب، شوف الخزينه الجبائيه ديال جامع الضربه اذا شحال ديال الملاير غتدخل لها. احنا كمقترح اللي تقدمنا به عطينا لهاد الناس، هادو مقترحاتكم. اسمح لي يا سي سعيد، سي محمد، انتم كنقابه تنتمون للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، شنو هي مقترحاتكم وشنو رايكم في هذه المقترحات اللي قدموها للاخوان؟ المقترحات ديالنا هي هاد الشريحه هذه، راها معروفه، الحارس راه معروف كاين، وهاد الناس اللي تنطلبوا منهم يجدوا لهم الرخص ديالهم ويؤدوا الواجبات ديالهم، وراه البدله سميتو البدله التنظيم راه خدامين عليها وراها بدات تخرج للوجود، واللي كاين هو هذا بلا ما يعني المقترحات اللي قدم السي سعيد يعني انتم موافقين عليها؟ انا موافقين عليها، يعني انتم كهيئات كاينه في القطاع موافقين؟ موافقين. كاين حتى من بين الاشكاليه اللي خلات انه الطرف الاخر ربما ما كيتواصلش معكم بشكل جدي، هو كثره الهيئات في هذا القطاع، هذا كثره الجمعيات، كثره الاتحادات، كثره هذا، علاش هذا التشتت؟ ربما التشرذم نقطة ضعف ما تتخدمش لصالحكم. لا يا سي سعيد، أنا غنجي بالنسبة لنا احنا ما عندناش تشتت، وعندنا احنا صارمين في الكلمة ديالنا. كاين وحدة، يعني كاين وحدة تنظيمية. وحدة تنظيمية سي سعيد. من يدعي التشتت عليه أن يثبت. نعم. كاين واحد الأخوة صادقة، واحد الالتئام كبير وكبير بزاف ما بين التمثيليات النقابيه وما بين الجمعيات المناوله بالقطاع. ولكن العيب، كل العيب فين؟ في المحاور، في الطرف الاخر، هو اللي كيتبنى هذا الاعتماد وهذا النهج اللي كتقول انت، باش كيبلوكيك، كيدير لك البلوكاج، كيقول لك لا انا ما نبركش، انا ما كنطلبش منك تبرك معايا، لا يشرفني ان تجلس معايا انا كحقوقي، لا يشرفني. ولكن هو مسؤول، خصك تجلس معايا. لا ما خصنيش نجلس معايا، لانني كتبت لك المره الاولى وكتبت لك المره التاليه وفقا. الله يخليك يا سيدي يوسف، الله يخليك. بقاو في خطاب واحد. دابا انت هذاك المسؤول ما بغيتيش تحاور معاه، هو رئيس الجماعه، هو رئيس المقاطعه، ومع من غتجلس؟ هو يكون اللي بغى يكون. اسمع لي، الله يجازيك بخير، انا شرفي لا يسمحوا لي ملي كنكتب لك انا النوبه الاولى وكنكتب لك المره الثانيه. هذا واجب ديالك وفق للعرف، تتاخذ المساطير باش توصل الفكره ديالك وفق للعرف الاجرائي المسطري ومقتضيات القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطير الاداريه والاخذ والرد في المراسلات. كان عليك خصك تكتب لي وترد لي واحد وتعطيني التحليل، علاش باغي تبرك ولا ما باغيش تبرك، باش تعتمد هذاك صك الاذان وتبدا تخلق في الافتعالات بحال هكا كتقول كاينه كثره الجمعيات وكثره التمثيليات النقبيه. عطيتنا واحد منا حنا سيدي برك معاه، مرحبا. نعم. فهمتيني، وكنا نعطيك الحلول. واش انت كل شيء كتفهم ليه كسياسي؟ كتفهم في الطب، كتفهم في الصبا، كتفهم في الرياضه، كتفهم اسيدي في هذا الموضوع هذا اللي هو قانوني 3000% واجتماعي 4000% وسياسي 5000%. حسب وجهه نظرك هذا رايك يحترم. شوف، حسب وجهه نظر الحقوقيين المتتبعين للراي العام. انا نهضرش بالتعميم، كاين شويه اي حاجه فيها اخذ ورد. اعطيني انت هذه وجهه نظر ديالك. وجهه نظري انا، الطرف الاخر كون كان حاضر معنا غيعطي وجهه نظر ديالو. اش غادي يرد؟ اش غادي يرد هذا الطرف الاخر؟ لا باش نكونوا عمليين، باش من دابا للمشاهد الكريم كيتسنى منا واحد الحلول عمليه، وهنا باش غنوصلوا لنهايه الحلقه. انتوما اشنا هي نظرتكم المستقبليه؟ اشنو حيت خصني نقدم واحد
مد يدي للطرف الاخر باش نوصل معاه لطاوله الحوار. ما نبقاش انا طالع للسماء ودابا سي يوسف دابا باش نكونوا احنا عمليين خصنا شي حاجه. هذا الطرف اللي مديتي لي يدك راه قطعها لك وباغي يقطعها لك. واحد ثاني الاقتراحات حنا ما مشيناش وجهنا ليه هو، عرفنا لا فائده منه. وجهنا السلطه اعلى منه السلطات ونحترم اش دارت معكم هذه السلطات فور لانستون. الدراسه حسب ما وصلنا يعني مركزه على هذه الملفات هذه لان عندها واحد المصداقيه ثابته. وجنا مقترحنا كدفعه اوليه باغي نعطيو 3 المليار لجماعه الدار البيضاء. نعم في المقترح في المقترح 3 المليار هذا سنويا سقف اقتراحي اولي سنويا يخرجوا لنا شركه التنميه المحليه اللي كتعطي الجدريه للجماعه وندخلوا احنا في اطار المنافسه الشريفه المزايده تبدا ب 3 المليار على جميع النقاط المدرجه اللي واخذها شركه صابو شركه التنميه المحليه. ثانيا باش تعرف كاين ديفياسيون من الناحيه القانونيه فين هي شركه التنميه المحليه الاولى كازا ديفلوبمون اللي تنشات خصيصا الستاتيو ديالها خصاص للتركين والعربات والدراجات بتراب جماعه المعارف بتراب جماعه الدار البيضاء. فين هي؟ ما بقاتش. فوضوا صلاحيات لمن للشركات البيضاء للبيئه للستاتيو ديالها بيئي 100% ولهذا احتج عليهم ونهارهم السيد الوالي مشكورا جزاه الله خير الانسان المتضلع في القانون عرف شنو كاين. دابا حاليا انتم كمهنيين تنتظروا الرد ديال الوالي على هذا المقترح اللي قدمته لي. رد ماشي غير الوالي لان هذا المقترح قدمته لمجموعه من الجهات والسلطات. هذا هو اخر المكيال. ولكن هذه الفئه اللي كنتكلموا عليها ديال الدراوشه ديال البسطاء ها حنا غنحتويوها ان هذه النقاط ستدرج في قائمه نهائيه ما تبقى تزاد باش ما توصلش للمزايده العموميه سنه بعد سنه. هاد الناس يبقوا في بلايصهم. سي سعيد فكره واضحه. سي محمد نعم واش غتستمروا في الاحتجاج مستقبلي؟ غادي نستمروا في الاحتجاج وغادي نستمروا في التصعيد وغادي نستمروا حتى في الاعتصام. نعم حتى يعني هذا هو البرنامج النضالي اللي غتدخلوا فيه مستقبلي. حتى يتحقق المطالب ديال هاد الناس. نعم وبالنسبه لك انت يعني واش كيبان لكم انه الحل اللي قدمه سي سعيد يعني هذه المقترحات اللي قدموا ربما اطلعتوا عليها واش غتخدم مستقبل القطاع؟ طبعا نعم طبعا هذا سي سعيد اللي قدم هذا البرنامج هذا تا هو ماشي في صالح العام غادي في صالح العام كل شيء مزيان الحمد لله. نعم كلمة أخيرة سي سعيد. كلمة أخيرة شنو غادي نقول لك؟ أن صراحة في إطار الحملة الآن وأنوه بالمجهودات الجادة والفعالة ديال المفتية العامة لوزارة الداخلية اللي صدرت واحد 90 ملف الآن ديال 90 جماعة ترابية تحوم عليها شبهة تحايل إلى آخره. نقول هناك المزيد إن شاء الله أننا الآن أنا بواحد الحالة شادة في إطار تنفيذ الأجندة ديالنا الحقوقية راه حنا ما غاديش نتنازلوا ولو على درهم واحد من المال العام. هذه 4 سنين جماعة المعارف ما دخلاتش يعطينا التبرير ويعطينا التعليل ليتلج صدورنا يا إما يخلصها يا إما بيننا وبينه ما سيحرره ويفيض بحبر أقلامنا قانونا وحقوقيا في تناغم مع الدستور. سي سعيد شكرا. سي محمد شنو هو الكلمة الأخيرة اللي توجه للمسؤولين للساكنة بالنسبة للساكنة كيبان لي احنا من الساكنة. نعم هذيك الفئه ما خصناش نهمشوها وهم ما همشين اصلا كاع. يخرج يسول السيد مسكين يخرج يسول الساكنه هو واش باغا باش هذا السيد. انا من الساكنه وانا من الساكنه انا ما باغيش انا ما باغيش هاد. بالنسبه لهاد الناس هذا برنامج دايرينه بحال قلتي الربيعه اللي بغا ياكلها تيديروا لها سميه هادشي اللي كاين هو هذا. باسمكم مشاهدي الكرام نشكر سعيد المهتدي الكاتب العام للجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير والسي محمد مسكي الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات لنقابة حراس الأرصفة والخدمات العمومية كونفدرالية الديمقراطية للشغل. وشكرا شكرا جزيلا لكم.